السلام عليكم، اهلا بكم في الجزء الثالث والاخير من سلسله تختيم برنت التريكي كاسل بالكامل. النهارده خلصنا احنا برنسس كاسل وويتش تاور، الجزء الاخير هيبقى ستيري سكاي. تقدر تشوف برنسس كاسل في علامه الاي 4، هيبقى فيها ال 15 ستار اللي هما نقدر نفتح بيهم ستيري سكاي بالكامل، اماكنهم بالتفاصيل بتاعتهم. استمتعوا معنا بالفيديو ده وشكرا.
وبكده احنا خلصنا اللعبة بتاعتنا معاكم وانقذنا الحمد لله الأميرة بسلام. شكرا لكم جدا، هي بس جزء أخير. Or not. آخر جزء في الكوستيمز، وأنت محتاج بس إنك تشوف 3 فيديوهات هنا وعشرة وخمستاشر عشان خاطر تفتح كل حاجة. نجرب كده مع بعض. وأنا بعد ما شفت الفيديو أي واحد بدل صفر، تستنى نص ساعة ممكن تتفرج على فيديوهين تاني تفتح الكوستيوم ده، وده محتاج 10 وده محتاج 15. كده احنا نفتح كل اللعبة مع بعض بسهولة. ده كان الريفيو كامل، ده كان الوكس رو كامل. تقدروا ان انتوا تشوفوا الفيديوهات علامة الايكون فيها البلاي ليست كاملة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.